أهم الأخبار الأسبوع، النهارده بدأ موسم توريد الرز المحلي من المزارعين، ونظرا للظروف اللي بيمر بيها العالم اللي خلت الأمن الغذائي على رأس أولويات الدول لأول مرة، وزير التموين بيصدر قرار وزاري بالتوريد الإجباري لطن رز الشعير عن كل فدان مزروع لحساب هيئة السلع التموينية عشان يتم صرفه طوال العام على بطاقات التموين. في نفس الوقت عقدت هيئة السلع التموينية على شراء 240 ألف طن قمح روسي لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب وعضو مجلس النواب. سيادة النائب أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك متوقع تعاون المزارعين والتجار في تنفيذ قرار التوريد الإجباري لمحصول الرز العام ده؟ بص حضرتك، دي أول مرة تعمل استراتيجية من كذا سنة، يعني عشان تضمن توريد الأرز طول السنة. أولا ده سعر عادل حسب احصائيات وزاره الزراعه، تكلفه الفدان من طن الارز بيتكلف، تكلفه الفدان بيجيب حوالي 4 طن وبيكلف حوالي 15,000. فلما جه هنقول 3.5 مش 4.5، 3.5، وحددنا السعر حوالي 6600 و6850. 3600 ده للحب الرفيع و6850 ده للحب الغليظ. هيجي الفدان هيلم في الاخر حوالي 23,000. لما هو بيكون صارف عليه 15 يوم 23,000، يبقى عنده نت بروفيت، صافي ربح 8,000 جنيه في الفدان. اعتقد ان هو يعني قاعد مجزي جدا في زراعه الرز 3 شهور. صح. السؤال هنا يا استاذي، هل شايفين ان الاسعار المعلنه من قبل وزاره التموين هتكون مشجعه على التوريد؟ اه طبعا، حسبتها لسعادتك اهو، عليك تاخد 8,000 جنيه في الارداب، ما حصلتش قبل كده. فين الارداب؟ فين الفدان اللي يجيب 8,000 جنيه للمزارع؟ ده اقصى سعر اهو بالنسبه له. طيب وشايف حضرتك وبعدين خدت منه قد ايه؟ خدت منه الربع اجباري، ده طن من الاربعه. يا ما كانش الفلاح هيقف معانا في الازمه دي، هيقف امتى؟ طيب احنا برضه واقفين معاه برضه في السماد والكيماوي و و والكلام ده كله. طيب شايف سعر عادل كمان. شايف تعليق حضرتك على التعاقدات الجديده على شحنات القمح الروسي. طبعا احنا عارفين ان السعر العالمي نزل ب 40% مقارنه بارتفاعه من شهر مارس الماضي. شايف حضرتك ده ازاي؟ هذا ما كان متوقع، انت دلوقتي انت في الموسم، وبعدين السنه اللي فاتت كان بايت من عندهم قمح كتير جدا، يعني اوكرانيا ذات نفسها كان عندها 25 مليون طن زاد انتاج السنه دي. طب هيخزن الكلام ده كله فين؟ ما عندوش ساعات تخزينيه للكلام ده كله، فغصب عنه لازم هيطلع القمح وينزل السعر. فده وقت كويس جدا ان احنا نشتري، وفعلا نزل اخر السعر، كانت مشترين ب 460 دولار الشهر اللي فات، امبارح شارين هم ب 360، الفرق 100 دولار، رقم كبير ولسه المفروض بينزل. طيب شايف انه الرقم ده هل هيأمن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الفتره اللي جايه؟ اه طبعا الحقيقه، بس من فتره كبيره طبعا للامانه القياده السياسيه كانت تنبهها طبعا على وزاره التموين متمثله في وزير التموين يكون عنده احتياط استراتيجي من السلع الاساسيه، لكن على 6 شهور، وفعلا محافظين احنا على الوضع دوت وعلى الرصيد دوت، وكل السلع الموجوده في الرز وفي المكرونه وفي القمح وفي الزيت، كله عنده 6 شهور. كان فعلا كان في تنبؤ قبل كده ان الدنيا تبقى صعبه، فبالتالي بتخش تشتري في الوقت اللي انت شايف فيه شراء كويس، لكن لو انت ما عندكش رصيد كافي هتضطر غصب عنك تشتري بالسعر اللي يقول عليه. فطبعا كانت نظره مستقبليه محترمه جدا من القياده السياسيه ومن وزاره التموين. السؤال اللي بيهم كل مواطن مصري، طبعا بعد تراجع اسعار القمح ب 40% عن الاسعار من مارس الماضي، شايف هل حضرتك ده هياثر على الاسعار للمنتجات المحليه اللي موجوده، ولا زي ما بيقولوا كده بالبلدي اللي بيطلع ما بينزلش؟ لا طبعا في الاخر هي خامه، يعني هي خامه الاساس في الموضوع كله، اكيد هينزل طبعا، اكيد هينزل عرض وطلب، اكيد هينزل طبعا، مفيش فضل يعني. أستاذ طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب وعضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.